العراق حاليا شبيه بعراق وقت داعش، من حيث الإرهاب يهدد الأمن والسلم. داعش كان يهدد الأمن والسلم العالميين بعد المنطقة. إرهاب هذه المرة يختلف. لاحظي، نحن عندنا في العراق مجامع إرهابية تهدد وتقصف السفارات، تقصف المنشآت الاقتصادية في أقليم كردستان، تقصف المنشآت المدنية، مطار أربيل نموذج آخر. وهذا الإرهاب أصبح يهدد دول أقليمية جارة كأردن. الدولة العراقية ساكتة، رغم أنه هذه الأسلحة، الصواريخ، الدرونات تنطلق من أراضي من المفترض أن تكون الدولة العراقية مسيطرة عليها. ما دام العراق لا يسيطر على هؤلاء الإرهابيين، لا يلبسهم بدلات برتقالية وكما لبسوها لداعش، العراق سيتعرض إلى الإهانات، الإهانات بالقصف، الإهانات بالعقوبات الاقتصادية، وربما عقوبات أشد أيضا. يعني هذا مجمل الحديث قبل أن نتطرق إلى انسحاب أو عدم انسحاب قوات التحالف الدولي التي جاءت إلى العراق بناء على طلب عراقي، رسالة عراقية لنجدة العراق وإنقاذ العراق من إرهاب داعش. نعم.